والله محمد عامر من ضمن الأعمدة كانت من النادي الأهلي أيام الخطيب ومصطفى عبده وحسن حمدي، وما ننسلوش الهدف اللي أحرزه في جود بلبيس في الزمن اللي هو كان بيلعب فيه. محمد عامر من ضمن اللعيبة الممتازين جدا في النادي الأهلي، وبعدين اللعيب الوحيد اللي سجل في الزمالك وسجل في الأهلي. الحقيقة أجمل أهداف كابتن محمد عامر كان جونه في الزمالك طبعا، يعني جه من الشمال واتشاطت هايلة، يعني كانت كلنا نطينا من على الكراسي ساعتها. دي من أجمل الحاجات بتاعت محمد عامر. هو لعيب هايل، كان في جيل عظيم وكلهم كانوا بيساعدوا بعض. اللي هو اللعيب اللي انت مش حاسة بشفاف الملعب، لكن لو خرج تحس بنقص كبير جدا، لأنه لعيب تكتيكي أي مدرب يعتمد عليه. كابتن عامر مرة كنا بنلعب ضد الزمالك وجاب جون، للأسف كرة خبطت في رجله وجاب جون فينا، وبعدين بعديها بدقايق ربنا أكرمه وجاب لنا التعادل. فطلع في الماتش ده طلعنا 1-1، كابتن عامر جاب الجونين. مين وهيرفع ورفع ورفع يا محمد عامر، ده جول، ده جول، الجول الأول للنادي الأهلي محمد عامر. جوه الكوره الجول حلو حلو حلو. يعني كابتن محمد، الناس مش بس فاكره ماتشات، ده فاكره كواليس ويعني ولعب حضرتك وازاي شط الكوره والجول جه امتى، يعني احساس حضرتك والناس فاكره كده ايه برضو؟ دي ناس فعلا اهلاويه وبتحب النادي الاهلي وعارفه التاريخ اكتر مننا يعني وتفاصيله.